حضرتك مين؟ كمال الأسطول، محامي. نجحت يا فيجو، نجحت. أنا خلاص اتفقت مع ريهام وجابت لي شغلانة في الساحل الشمالي. سياحة حلوة. ليه؟ ليه السفر والتعب والشقة والغربة؟ أمنية؟ معرفش ليه كده، أنا قلبي مش مرتاح لحكاية الشغلانة الجديدة دي خالص. بالآخر يا أبو كمال، عايز كام؟ واحد مليون؟ مش شوية؟ أنا توفيق عزب بتاع بني سويف. هل الفرصة لسه متاحة يا أستاذ؟ أنا في طريق ليك إن شاء الله. لا لا لا، الفرصة اتشغلت خلاص، جالي متدرب تاني. مش قلتلك خلاص قربنا؟ ادينا وصلنا. يلا بقى. رايح فين يا بنز؟ روح 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 اعمل لنا كاسين. وانا تاني يا زوزة. بركات، حضرتك ما شفتش أمنية؟ لا، تقريبا كانت ماشية مع أصحاب العريس ناحية الشاليه بتاعهم. متشكرة قوي مستر بركات. بسرعة.
هو مين قليل الذوق اللي بعت لك على الصبح كده؟ هيكون مين يعني حبيبتي غيرهم؟ انت عارفه صحابك اكيد. انا عارفه. هو بعت لك ايه؟ لا عادي يعني، فيديوهات بايخه زيهم يعني، انت عارفاهم. بايخه زيهم على الصبح كده؟ بخين قوي بصراحه. صباحك عسل يا ماتيلدا. هو انا لازم ارن عليك 100 مره عشان تصحى؟ هو انا نمت اصلا؟ تعالى يلا الفطور جاهز، فطور سخن. كتر خيرك يا ماتيلدا، والله من غيرك ما كنتش عارف اعمل ايه. هتعمل ايه يعني، كنت هتلوص. اقعد كل الفلافل لسه سخنه. تسلم ايدك يا ماتيلدا. هو مايكل لسه ما اتصلش؟ انه ما اتصل. هتحايل عليه علشان احنن قلبه على امه؟ بكره يعرف امتي لما طب. ما تشر عليك يا ماتيلدا، ما تقوليش كده. بنتي زعلانه من مايكل، انا ذنبي ايه؟ ذنبك على جنبك. يعني علي حدش سمع لك صوت ولا موبايل ولا خرا؟ لا بقول لك ايه، سيبوني في حالي دلوقتي، عندي شغل مهم. ممكن افهم اللي انتوا حببتوه ده؟ ايه يا ابني اللي انت حببته ده؟ حد يسيب عروسته وينزل كده يا بني ادم؟ فضحتنا يا عم انت، انت في ايه؟ انتوا اللي فضحتوني. هو انتوا ايه، ما عندكوش دم؟ في يا كريم، ما تهدى ووطي صوتك شويه. بس قول لي بذمتك، ايه رايك في البيت؟ ما اتفرجتش على الفيديو لحد دلوقتي يجي 12 مره. ايه الوسخه اللي انت فيها دي يالا؟ انت مالك بقيت بجح كده ليه؟ انتوا عادي؟ عادي اللي عملتوه؟ انتوا كده؟ انتوا بصوا الدنيا يوم فرحي، يوم فرحي، فاهمين؟ فرحي فرحي فرحي. الف مبروك يا عم، في ايه؟ ما تهدى على نفسك كده. البت دي اصلا مالهاش علاقه بالفرح، لا هي من المعازيم ولا حد يعرفها، ما تكبرش الدنيا بقى. بجد والله؟ انتوا خلاص خلاص بقيتوا معديين ليفل الوساخه والله. معلش يا كوكي، اصل هم مكسوفين يقولوا لك ان هي البت بتاعت الحمامات. هي الزباله يا ابني. بتضحكوا؟ والله مش فارق معاكم اي حاجه، ده عيله غلبانه عشان ملهاش حد. وبعدين انتوا ايه، انتوا ايه بجد؟ مش فارق معاكم اي حاجه، انتوا بوظتوا لي ليلتي، فاهمين؟ خلاص يا كريم فكك من الموضوع ده، انا هخليهم يمسحوا الفيديو. عم انت
انت روح لمراتك دلوقتي، انت لسه وراك هانيمون. هانيمون ايه بالظبط؟ ايه هانيمون ايه؟ انتوا خلاص معدين الوساخه لاقصى درجه. ما تهدى بقى يا عم كريم وتوطي صوتك شويه. الله، في ايه؟ انا مش راضي ارد عليك بس علشان ده يوم صباحيتك. اهدى بقى وما تفرجش علينا الناس. ناس ايه يا ابني؟ هو ايه انا فاكر انا مش سيب البت دي؟ مش هتسيبها يا كريم، هو انت تعرفها؟ هعرفها يا حبيبي، هعرفها عشان السبب في الخرا اللي حصل لها. عشان اعرف ناس زباله زيكم. يا عم ما قلت لك اهدى ووطي صوتك بقى. هو انت ايه بجح؟ في ايه يا كريم؟ ايه اللي فيه ايه؟ ما تقعد ساكت شويه. الله خلاص يا جماعه، خلاص كريم. في ايه يا كريم؟ في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ مفيش حاجه. يلا يلا يا فرح. هو ايه اللي يلا؟ في ايه؟ كريم انت مستناني؟ طيب سكت لك من البدايه يا عم. صباح الخير يا استاذ صابر. ازاي المدام ومحمد؟ يا رب يكونوا بخير. رجلك عامله ايه دلوقتي؟ انا الحمد لله يا كمال بيه، الحمد لله نحمده كويس. انا بس يعني كنت عايز اقول لسعادتك على حاجه كده. احنا فكرنا واحنا حابين يعني بقى ان احنا نلغي بقى التوكيل ده. تلغي التوكيل ليه يا استاذ صابر؟ ليه تتنازل عن حقك؟ احنا مش كنا اتفقنا؟ اصل المحاكم حبالها طويله يا استاذ كمال، واحنا مش حمل بهدله. مين قال لك انك هتبهدل؟ انا اللي هبهدل مكانك. ما احنا برضو ما يرضيناش ان حضرتك تتبهدل يا استاذ كمال. يا سيدي انت مالكش دعوه، ده شغلي. عموما كتر خيرك يا استاذ كمال، كتر خيرك. الحقيقه احنا مش عارفين نودي جمايلك فين، واحنا اسفين يعني اذا كنا تعبنا حضرتك. دوك كام يا صابر؟ رد علي، دوك كام؟ سيبك منه، انسى. حبيبي مالك، انت كويس؟ تمام. تمام تمام ايه بوشك ده؟ شايف بوشك عامل ازاي؟ يعني انا ممكن يسجنونا بوشك ده. في ايه يا حبيبي؟ والله مفيش حاجه يا حبيبي، مفيش حاجه والله. على فكره احنا رايحين الهاني مون، يعني المفروض نكون بنضحك ومبسوطين. لو بتفكر قول لي، احنا ممكن. حبيبتي انا كويس تمام. طب خلاص يا عم ماشي، ما تبصليش كده. تمام تمام، انا اكلم امي، اروح عند امي. لا تقول لي تمام ولا مش تمام، اقول لها ان احنا في الطريق. بس انا موبايلي فصل، هاخد بقى موبايلك. لا 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 لا. ايه ده بقى؟ في ايه؟ هو ايه اللي فيه ايه يا كريم؟ انت خطفت مني التليفون كده؟ في ايه؟ انت بتزعلي ليه طيب؟ ما بزعلش يا كريم، بس بصراحه انت قاعد قلب وشك. قلب وشي في ايه؟ في ايه في التليفون يا كريم؟ انت مش عايز توريه؟ في حاجات ما ينفعش تشوفيها. خلاص يا سلام، بتقولها لي عايز يعني. في حاجه ما ينفعش تشوفيها. مش عارف اقول لك ازاي. لا ما ينفعش اصلا. قول لي اي حاجه يا كريم، قول لي في ايه في التليفون يا كريم، مش هقول لك تاني. لو سمحت هات التليفون. طب طمني. اطمني؟ امبارح بالليل حسن يا كريم. اوبا يا لا لا، مرضية على كده. طب يلا حلوة قوي التليفون ده، أنا اتبسطت فيه يا أسطى. يعني إيه مش موجود؟ لا انا عارف انه هو موجود. طب اقول له كمال بيقول لك مش هسيبك يا ضياء يا شاهين. ايوه
مستعجل على ايه كمان؟ شغل يا بتردى، يا رب يجي منه خير. لو سمحت، هو ده مكتب كمال الأسطول؟ يلا حبيبتي زي ما اتفقنا. ها؟ اوعى تجيبي سيرة. بصي ايدك ما تقدميش في ده. يلا توصلي بالسلامة. يا رب ما اوصل. يا ريت الميكروب بس تقلب بيا يبقى احسن. يا شيخ حرام عليكي، ليه بس الكلام ده؟ بعد الشر عليكي. يلا اللي جابك؟ جاي ترفع قضية؟ صراحة يعني جاي طمعنا اتدرب مع الأستاذ. أصلا أسمع عنه من زمان وأنا صغير، من ساعة ما كان شغال في مكتب فريدة بالدهب. بقى جاي من بني سويف لهنا اسكندرية علشان تتدرب مع واحد ما تعرفوش. أنت مستبيع يا واد، مالكش أهل يدوروا عليك؟ هم عارفين، وعارفين الأستاذ كويس أوي كمان. اصل انت ما تعرفيش يعني استاذ كمال الاسطول ده مسمى عندنا في البلد ازاي. انا ما اعرفش كمال الاسطول. انا احكي لك الحكايه. زمان كان في مصنع بيبيع صلصه مضروبه نواحينا في البلد، فكان يتفق مع السوبر ماركتات اللي جنبينا ان هم يبيعوا الصلصه لمنتهيه الصلاحيه دي، لحد ما في يوم جه عيل صغير كده وجاله تسمم، فعيني دخل المستشفى وراح جه استاذ كمال رفع حته قضيه على المصنع ده لما كسبها. اصل يعني صاحب المصنع ده كانت ايده واصله قوي 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 قوي. ومن امتى الكلام ده؟ ده يجي يعني كده من 10 12 سنه. غريبه، ما قاليش الحكايه دي. وانت ايه اللي فكرك بيه؟ ده انا عمري ما نسيته، ده انا درست حقوق عشان خاطره. انا نفسي اتدرب معاه قوي والنبي. والله خايفه نقبك يطلع على شونا. حبيبك النبي ما تكوني زهقتي من قعدتي طول اليوم يا ست ماديلا. لا مفيش حاجه. مساء الخير يا ماديلا. ايه ده؟
هم دول بس؟ اه. انطر علي تعال شايف على الموبايلات. انت جاي من بني سويف لحد هنا عشان تقول لي عاوز تتدرب؟ انت عبيط يالا؟ عبط ليه بس يا استاذ؟ حضرتك اجدع محامي تعويضات وصيتك مسمع من اسكندريه لاسوان. انا عارف. انت يا متلدة ازاي تسيبيه قاعد في بيتك الوقت زي ده؟ مش جايز يبقى حرامي ولا نصاب ولا جاي في اي داهيه؟ حرام ايه بس يا استاذ؟ حضرتك والله انا محامي يا عم. بص على شهاداتي اللي انت عملتها. شهاداتك دي تملاها ومش هميتها. قوم يلا تعالى معايا. انت سايب محامين مصر كلها وجاي تاكل عيش على قفايا. يلا صباح على خير يا متلدة. ايه ده ايه ده؟ بص كده علي. ده ولد غلبان سايب بلد وجاي عشانك تقوم تكسر بخاطره. تقول ده اهبل؟ اهبل؟ طب بص له كده هتلاقيه طيب وابن حلال. ثم انت محتاج حد يساعدك. انت عايز تموت نفسك؟ الله يعني هموت وانام. تموت وتنام؟ نام يا اخويا تصبح على خير. أيوة ماما. معلش يا ماما أنا نزلت ونسيت أكل سليم. ممكن تفطري أنتي؟ هكلمك تاني طب عشان أنا وصلت. ماشي مع السلامة. صباح الخير. صباح الفل. بقولك هو يوسف وصل؟ بقاله شوية مستنيكي جوه. بقولك يا صلاح ما تبعتلي كده رقم حد من اهل الراجل اللي شنق نفسه امبارح. شنق نفسه؟ يا ساتر
ده ايه الصباح ده على الصبح؟ لا 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 يا ابو كباتي، لا لا، عشان خاطري، عشان خاطر انا، اوعى تزعل مني. لا لا لا، انا ما اقدرش على زعلك خالص يا ابو كباتي، ده انت حبيبي. ما تقلقش، انا هتكلم معاها وهشدها شده كويسه وارجع اكلمك تاني. مع السلامه حبيبي، مع السلامه. اهلا اهلا ست فريده، الحمد لله على السلامه. انا بعت لحضرتك 10 رساله على الواتساب وما رديتيش عليا. خير الله ما جاله خير. معلش يا استاذ يوسف، ما لحقتش اسمعه. ممكن اعرف ايه اللي حضرتك كاتباه عن فرح الواد لعيب الكوره ده؟ حضرتك مالك اللعيبه بتسكر ولا مش بتسكر؟ انت هتحاسب اللعيبه على اللعبه ولا هتحاسبهم على المشاريب؟ يا استاذ يوسف، انا قلت لحضرتك 100 مره انا ماليش في جو الافراح واعياد الميلاد ومطاردة المشاهير ده، وكل مره حضرتك مصر انك تبعتني. بسم الله ما شاء الله، ده حضرتك عايزه تشتغلي على مزاجك. يا استاذه انت صحفيه، يعني دورك انك تغطي اي احداث الناس متابعاها، فرح، عزاء، مولد، اي حاجه الناس مهتمه بيها. انا عايزه اغطي اللي يفيد الناس. ابوك قلقان عليكي قوي، حابسه نفسك كده في الاوضه وقاعده. لا مفيش حاجة، أنا بس تعبانة بس شوية وهبقى كويسة وأطلع لكم. يا أختي كل ده عشان خاطر مشكي مش شوكي. يا ستي عادي، يا أول مرة يعني. أنا هبقى كويسة وهطلع لكم. قولي لي يا حبيبتي، حد قدرك؟ في حاجة هتخبي عليا أنا يعني؟ يا بنتي مفيش حاجة، مفيش حاجة، أنا يعني مفيش، بس هريح شوية. طيب كنت عايزه يعني فلوس عشان انزل اجيب حاجه البيت وكده من السوق. ايوه خدي اللي انت عايزاه من الشنطه. بس انت كويسه يا بنتي؟ مفيهاش حاجه. حضرتك ما تقلقش، انا هخلص الموضوع زي ما قلت لك. اكيد الواد كان شارب حاجه، انا هطلب تفتيش محتويات العربيه، اكيد هنلاقي حاجه شمال. مع السلامه. مع السلامه استاذ كمال. انتي قاعدة في اوضتك ليه وقافلة على نفسك؟ مفيش يا حبيبي، انا بس كان مهدود حيلي في الشغل. معلش يا حبيبتي، انا عارف ان احنا تعبناكي معانا ومشايلينك هم اكبر من سنك، لكن ان شاء الله ربنا. ما تبصي لي يا امي، بصي لي يا حبيبتي، عاوزك تعرفي دايما ان ربنا هيكرمك والله وهيرزقك. انت عارفه الراجل اللي بيجري على رزق عياله علشان يساعدهم ربنا بيغفره، ما بالك بقى لما تبقى بنوته حلوه وصغيره زيك كده بتجري على امها. اكيد يا بابا اكيد، ادعي لي. ربنا معاك يا ربنا معاك ويبارك لك.
يا ابو كمال، انت ما راكش غيري ولا ايه؟ انت كل يوم التاني هتنطوا لي قضيه شكل. مش بايدي والله يا استاذ. كريم شرف الدين ده زي ابن زين بالظبط. يعني خليك حلو، خلص الموضوع من سكات. الموضوع في ايديكم مش في ايدي. اعملوا انتوا التحليل والموضوع يخلص. الواد عريس واكيد هيلاقوا في دمه زفت. ده مش معناه انه كان سايق وسكران. خليك حلو، خليك حلو. المفروض الواد يصعب عليك. والله انا صعبان علي الناس اللي اتخرب بيتهم. كريم شرف الدين ابوه مش هيسيبه. يعني انت خلاص بقت نصير الغلابه. انا سبق حذرتك وبحذرك تاني اهو، وزي ما خلصت القضيه اللي فاتت هخلص القضيه دي برضه. والله مش عارف ليه يا استاذ، احساسي بيقول لي ان القضيه المره دي مختلفه. مفيش فايدة. يا إلهي، يا إلهي، قد ظلمني من خلقك الكثير.